فعلا هناك واحد الدوريه صادره على السيد عن السيد وزير العدل والسيد رئيس مجلس اعلى السلطه القضائيه والسيد رئيس النيابه العامه. الدوريه جاء فيها على انه اي شخص يريد الولوج الى المحكمه يتعين عليه الادلاء بجواز تلقيح دياله. على ضوء هذه الدوريه عقد مكتب جمعيه هيئه المحامي المغربي اجتماعه، الاجتماع الاول والاجتماع الثاني كان بتاريخ 18 دجنبر 2021 وتقرر فيه اعتبار ان هذه الدوريه هذه هي مخالفه المقتضيات القانونية، مخالفة لدستور المملكة، مخالفة لجميع التشريعات والمواثيق الدولية، على اعتبار أن مرفق العدالة هو واحد مرفق عدالة حيوي ما يمكنش التعطيل ديالو أو أنك تفرض الولوج ديالو إلا بناء على جواز تلقيح. بناء على هذا خدا مكتب الجمعية قرار اللي تبناته جميع مجالس هيئة المحامين من المغرب على أساس أن أي منع لأي زميل على أنه تفرض عليه الإدلاء بجواز تلقيح فهو منع الجميع الزملاء والزميلات على انهم يولجوا المرفق ديال العداله. وهذه المساله كتشكل سابقه في تاريخ البشريه على اعتبار ان حتى اثناء الحروب وحتى اثناء النزاعات المسلحه واثناء الكوارث الطبيعيه ما كيتمش تعطيل مرفق العداله كيف ما وقع اليوم من خلال منع من الزميلات والزملاء على انهم يدخلوا باش يديوا الرساله المنوطه بهم دستوريا وقانونيا وتشريعيا. انا في الاعتقاد ديالو على ان هذا الموقف هذا هو موقف جماعي ديال جميع هيئات المحامين المغرب على مستوى مدينه الرباط. فهذه الوقفه اللي كانت اليوم على مستوى المحكمه الفدائيه بالرباط كانت على مستوى جميع المحاكم الدائره الستينه في مدينه الرباط، وبالتالي منع الزميلات والزملاء على انهم يولجوا المحكمه الا بناء على التصريح والادلاء بجواز التلقيح، وهو ما تم رفضه من قبل مكتب جمعيه هيئات المحامين المغربين تم تنفيذه على ارض الواقع من قبل الزميلات والزملاء. بالنسبه لي الان حاليا هذا الموقف الاولي، ولكن اكيد غتكون هناك اجتماعات يمكن على مستوى هيئه المحامين بالرباط غيكون اجتماع في المساء لتدارس هذا الوضع وترتيب الاثار اللي غيكون ممكن يكون غدا ان شاء الله. ونفس الموقف نفس المساله غتكون على مستوى اعتقد على مكتب جمعيه هيئه المحامين المغرب، لان هذه المساله ما كتهمش هيئه المحامين بالرباط وانما مساله وطنيه كتعم جميع المحامون والمحاميات. طبيعة الحال هناك من على الصعيد المغربي، الصعيد الوطني لجميع المحامون الذين لا يتوفرون على الجواز الصحي. ذلك نتيجة واحد رسالة أو الدورية الصادرة على الرئيس الأول وزير العدل ورئيس المنتدى لبدا السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. حنا هنا الآن كنخضعوا لقرار جمعية هيئات المحامين من المغرب اللي صدرت واحد القرار على أنه ما كل من نال زميل يعتبر بمثابة المنع محامون كاملين. على هذا الأساس حنا هنا واقفين باش جينا وعينا أن هنا قوة الأمن عندها التعليمات اللي فرض كل زميل لا يتوفر على فرض على جواز صحي ما يمكنش يدخل المحكمه. بناء على واحد الدوريه صادره على الوزير الاول والرئيس المنتدى بالسلطه القضائيه ورئاسه النيابه العامه اللي خبروهم ان الزاميه المحامون والقضاه والساده والموظفون من الولوج الى المرفق اللي هو مرفق حيوي، اللي مع الاسف ان المرفق الحيوي ما عمره كانت في التاريخ حتى في الحروب ما كانوش الزملاء كيتمنعوا من دخول المرافق الحيويه مثل المحكمه. هذه سابقه في التراب الوطني المغربي اللي كتعارض مع الدستور، اللي كتعارض مع المواثيق الدوليه، واللي كتعارض مع جميع القوانين الوطنيه. حاليا دابا حنا مازال مرابطون على المحاكم، ما دخلناش الملفات راهما كيتاخروا، الجلسات راه كاين اللي كيدوز كاين اللي كيتاخر لهاد العله، خصوص اللي فيه الالزاميه ديال المحامون راهما كيتاخروا، اللي ما فيهش الالزاميه ديال المحامون راهما تيدوزوا. ودابا حاليا حنا كنتظروا الجمعيه النقابه هي غير ما يجتمعوا باش يشوفوا القرار اللي ياخذوا، وحنا راه غنتبعوا بطبيعه الحال الاجهزه ديالنا والمؤسسات ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.